شوف انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا. هو مهم قوي انه انت لما مثلا تكون موجود في اجازه زي ما انا كنت واخد اجازه كده زي حالاتي، انك انت تتبسط في الاجازه بتاعتك، تهيص وتلعب، وكل واحد على حسب ما ربنا موسع عليه. في فلان الفلاني اللي هيقدر يروح المكان ويبقى يدوب قاعده جميله على البحر مع ساندوتشين لزاز، وننزل البحر ونضحك ونبلبط، والعيال تلعب بالجردل وبالرشاش وبالشوكة وبالجروف وميت فل. وفي حد تاني بيبقى في عنده مقدره ماليه بقى، مش عارف يركب البنانا بوت ويعمل مش عارف البتاع الكنبه اللي بتتنفخ، وفي فلان العلاني اللي بيركب الغواصه، وترتان الترتاني اللي بيطير بالبتاع الباراشوت اللي فوق الهوا ده، وحاجات لطيفه كده، وفي فلان اللي بيلعب بالجات سكي مثلا على سبيل المثال. انك تتبسط مش معناه انك تبقى مستهتر او متهور او تبقى ارعن. انك تتبسط مش معناه انك تتسبب في حوادث. واحنا عارفين انه الجيت سكي بالذات امبراطور الحوادث في المية بالذات. تفهمش ايه اللي بيحصل للي بيركب جيت سكي، يعني بتاخده الجلالة بسبب الصوت والسرعة واحساسه انه طاير طيران فوق المية. فعلا معرفش يعني ايه اللي بيجرى، فتلاقي الناس قاعدة وشدة سرعة جامد جدا وكلام من ده، بس بتبقى في حالة من حالات الرعونة ادت الى اكتر من مشكلة في المتوسط وفي الأحمر. يعني أنا أظن بس الحادثة دي كانت في البحر الأبيض، دي ساحل شمالي دي مش كده ولا إيه؟ أظن شكلها كده، آه دي ساحل شمالي قوي، دي لون المية وارتفاعات الموج تقول دي ساحل شمالي جدا. كويس؟ آه شو؟ آه خبطة. مشكلة مشكلة مشكلة. الناس قاعدة اهو راكبين الكنبة ياها دي واللانش وما الى ذلك، وهوب راح داخل جيت سكي بوظ الدنيا. مأساة مأساة بسبب مش بس الحادثة دي، لان احنا هنا هنتكلم بقى على البحر الاحمر، نتكلم على سيادة الله عمر، مش الحادثة دي بالتحديد، لكن لانها ما حصلتش في البحر الاحمر، لكن بالسبب ده فانه محافظ البحر الاحمر خد قرار بأنه مفيش جات سكي على الشواطئ حفاظا على الأرواح. طب خلونا نحاول نفهم أكتر من سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. أهلا بيك يا فندم. أهلا مساء يا فندم، وأهلا بسعادتك وبالسادة المشاهدين. إزاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك يا فندم، الحمد لله. قولنا يا فندم، يعني في ناس كتير هتقول طب يا سيادة المحافظ ليه نمنع الجات سكي؟ طب ما إحنا نحدد مثلا أعمار للإيجارات، نحدد انه يبقى الناس اللي بتأجر نفسها تاخد ضمانات، او انه المكان اللي هيتم استخدام الجات فيه يبقى خالي من الناس اللي بتمارس السباحة في المية، يعني كلام من هذا القبيل، من باب انه ما نخليش الناس تمتنع عن اللعب بوسيلة ترفيه لطيفة في المية، وفي نفس الوقت الناس اللي بتأجر الجتات دي كمان تبقى بتاكل عيش. خلينا اوضح لسيادتك يا فندم شويه امور كده. قول لي يا فندم. من ضمنها حاجات اشرت حضرتك ليها في المقدمه. اولا حضرتك، هو قرار منع استخدام الجيت سكي هو قرار قديم صدر سنه 1992 في محافظه البحر الاحمر. كان ناتج لحادثه، كانت حادثه او اكثر من حادثه مروعه، ثم تكرر تفعيل هذا القرار في 2010، واحنا فعلنا قرار مره اخرى في النهارده او اليوم. طيب احنا فعلنا قرار واضفنا له ماده بسحب المعده نفسها كجزاء للشخص او سحب المركبه نفسها. أيوة. في حاله طيب احنا ما عندناش يا فندم هنا في محافظه البحر الاحمر عمليه تاجير خالص للجيت سكي. معظم المنشات السياحيه هنا ملتزمه تماما بالموضوع دوت بنسبة 80 أو يفوق 80%، لا يتم تأجير أو امتهان مهنة تأجير الجيت سكي زي أماكن أخرى، ولكن معظم من يمتلك، يعني معظم من يرتدي الجيت سكي هو مالك للجيت سكي. كويس. طيب إيه الحادثة بتاعت الجيت سكي دايما بتتم إزاي؟ وزي ما حضرتك أشرت وقلت، يعني الحقيقة كلمة ممتازة، هو إمبراطور الحوادث في البحر للأسف. السبب الرئيسي في هذا الموضوع، وده بعد دراسة وبعد ما قعدنا مع ناس كتير متخصصين في الموضوع دوت، ان هو بيطلع بيجري بالجيت سكي بيحصل قصاده ستارة مية. الستارة دي بتعمل عملية حد للرؤية، ما بيشوفش قدامه بيخبط في اللي قدامه. دي حق، يعني ده سبب رئيسي.
احيانا صاحب الجيت سكي نفسه او اللي مرتاد الجيت سكي نفسه بيبقى شايل بلاده معاه، بيخش في ابعاد معينه داخل الميه، بيتقلب بيه جيت سكي، بيحصل ما بيحصل عمليه غرق، يعني هو نفسه ما بيقدرش يعدي الجيت سكي ثاني ويقوم بيه. فاذا حوادث الجيت سكي حوادث متعدده. انا النهارده بعض الاماكن بدا يحصل فيها نوع من انواع التسيب، وده اللي احنا لاحظناه خلال الفتره الاخيره، ملاك الجيت سكي دوت بيركبوه. عندنا اكتر من لاجون او اكتر من بحيره بيبتدوا يمشوا فيها، الناس بتعوم فيها، ما بيشوفش ساعات اللي عاين، بيخبطوا، او ممكن يحصل حادثه من النوع دوت، خاصه مع وجود يعني رعونه زي ما حضرتك اشرت احيانا للأسف. او مع الكلام دوت. تحسبا لهذا الموضوع ده كاجراء احترازي تم اتخاذ هذا القرار. طيب هنا ممكن يعني انا بحاول احط نفسي، هو انا لو مكان حضرتك همنع الجيت سكي بصراحه برضه، بس انا بحاول احط نفسي مكان الاطراف الثانيه. هيجي حد يقول طيب حاضر يا سياده اللواء، بس احنا ملاك هذه الوسيله واحنا جايبينها علشان نتبسط، وما تقلناش اصلا لما جينا نشتريها او نستوردها الى اخره انها ممنوعه، بل احنا جبناها في وقت مسموح فيه استخدامها، فاحنا كده جبناها وركناها. ما تحط لنا مجموعه من القواعد الملزمه يا سياده المحافظ تحول دون انه تحصل اي شكل من اشكال الحوادث قدر الامكان. هل يا فندم انا حسأل سيادتك سؤال معاكس، هل سيادتك لا يعلم مالك المركبه دي انه في قرار بالمنع وده موجود اصلا في المكان اللي هو بيستخدم فيه المركبه بتاعته؟ هل مش عارف ان في قرار صادر من 92 ثم قرار اخر من 2010؟ يعني هو بقى لو قلنا يعني على الاقل يعني معاه مركبه بقالها 12 سنه، ده لا يمكن، ده هو شاريها طبعا في التوقيتات القريبه ديت خلال اربع خمس سنين ممكن جدا. فبالتالي هو متحمل النتيجه، هو يعلم تماما، لان احنا اللي بنمنع هذه الرخص، يعني رخص التسيير نفسها بتاعه جميع اليخوت اللي ماشيه وجميع المراكب وجميع مراكب النزهه وجميع ما هو ماشي في البحر، بيتم منحها وتجديدها وترخيصها من خلال محافظ. حلو. فهو يعلم تماما العلم ان هذه المركبه ممنوع استخدامها. ثم هشير لحضرتك على حاجه واكدها لك، ان بعض مالكي القرى والقرى الكبيره، يعني انا مش عاوز اشير لاسماء هنا، هو اتصل بيا شخصيا في التليفون قال لي انا مش قادر عليهم. الملاك انا مش قادر عليهم. انا بقول لحضرتك نصا، وانا متخوف يا فندم، قالها لي كده، متخوف يحصل عندنا مشكله ولازم يتخذ قرار في هذا الموضوع، وبالتالي النهارده لازم هدخل اعمل قرار او افعل هذا القرار، وابتدي النهارده اشرك فيه معايا حرس الحدود، واشرك فيه معايا الجهات التنفيذيه اللي موجوده بقى داخل المحافظه عشان نبتدي نتحكم في هذا الموضوع. فالنهارده هعكس مع حضرتك الواقع يا فندم، وهعتبر ان انا ماشي بالموضوع ده زي ما هو، وحصل عندي واقعه حادثه، والحادثه ديت لمواطن او لسائح او هكذا. قال النهارده هيتاخد الموضوع ده ببساطه مع لا وهيتقال احنا عايزين اللي هو عمرو حنفي يلغي استخدام الجيت سكي. بالظبط. هو في كل الاحوال مفيش حد هيبقى راضي، يعني عشان نبقى متفقين. أيوه. احنا شعب صعب برضه يعني. ربنا يعني يصبركم علينا بصراحه. احنا يا فندم كل ما في الموضوع، يعني اختصار الكلام ده هو الاخذ بالاحوط. مفيش قرار ما بيجيش على فئه يعني معينه، وانا اعلم تماما ان لازم اي قرار بيبقى فيه بعض يعني الاجحاف على فئه، ولكن انا بتكلم دايما من منطلق الصالح العام. هو مش الاجحاف بصراحه يعني. طب انا هنا اصلا لفت نظري برضو جمله بصراحه يا فندم، هو أيوه. حكايه صاحب القريه اللي بيتكلم عن الناس اللي شاريين عنده دول وعندهم الجاتس بتاعتهم في بيوتهم شقاياتهم أيوه. او فيلاتهم، هو أيوه. لسه الناس هناك بتتعامل، او هل بلاش لسه بيتعاملوا بمنطق ما حدش ليه دعوه بيا، انت مش عارف انا مين وكده؟ ايوه بجد؟ أيوه. هو لسه في حد بيقول انت مش عارف انا مين؟ انا بتكلم بسيادتك بمنتهى الامانه، وده كلام طبقا للكلام اللي الراجل قاله لي، وهو صادق يعني. يعني بحب انا الناس دي قوي، بحب اسمع حد قدامي يقول انت مش عارف انا مين. وقاعدين احنا ما حدش كلمنا من الحكومه، انت مش الحكومه يعني، انت بعت لنا
البيت مثلا اللي احنا بنمتلكه وانا بقى يعني اعمل اللي انا عايزه بقى، اتشقلب في الهواء. دورك انتهى بقى، دورك الرقابي انتهى. فالراجل طيب بيستنجد بقى بالدوله، يعني بيستنجد بال طب هنا هيجي سؤال يا استاذ اللواء برضه، في بعض الناس هتيجي تقول اذا كان الامر كذلك لماذا تسمحون ببيع الجات سكي في المعارض او المحلات اللي ممكن تبقى موجوده في اكتر من مكان في المحافظه؟ فده معناه انه يا جماعه لو سمحتوا ما تسمحوش ببيع الجات سكي هناك اصلا ولا والله إيه؟ انا صدق من الحقيقه يعني انا يمكن خلال الفتره اللي انا يعني قعدتها في المحافظه ما لفتش نظري وجود محلات بتبيع الجيت سكي. يمكن احنا هنا اكتر الانشاط، والانشاط طبعا بتبقى مرخصه ده طبيعي. يعني استملاء وكلام زي كده. عندنا اكتر الورش الخاصه بعمليات الصيانه طبعا للتراكي والانشاط والكلام ده. لكن الحقيقه انا ما يعني فعلا ما لمحتش جيت سكي بيتباع يعني، او يعني محلات لبيع الجيت سكي موجودة عندي على الأقل في نطاق يمكن الغردقة، وأعتقد طبعا مرسى علم ما فيهاش. والله يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، على كل إن ربنا يقويك هقول إيه. طيب الجماعة الأغنياء دول أغلبهم بيعتقد إنه امتلك الدنيا باللي عليها، شيء غريب جدا جدا بصراحة. مين يعني؟ مش عارف تعمل إيه يعني؟ هي الفكرة يا فندم سلامة بس الـ الأرواح وسلامة الناس وسلامة نفس على فكرة الشخص اللي يعني بيرتاد الجيت سكي برضه، وهي سلامته تهمنا برضه يعني. طبعا قد يكون هو لا يعي سلامته هو الشخصية، محدش عارف يعني بكرة هيحصل إيه، فأنا بحافظ عليك. مظبوط مظبوط. أنا بشكرك جدا 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 سيادة اللواء. الأمر لله يا فندم. العفو يا فندم، نورتنا وشرفتنا سيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.